السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدثتكم المدرسة المساعد نورة محسن جاسم. نشأة اللغة في بادئ الأمر على شكل كلمات ومفردات بسيطة بدأت تستخدمها في المجتمعات البدائية حسب تلك المجتمعات وحسب استخداماتها. كانت تستخدم عبارات ومفردات بسيطة تختلف من مجتمع إلى آخر حسب ثقافة تلك المجتمعات، حسب المفردات التي يستخدمونها. فهذه القبائل البدائية كانت تستخدم مثلا، بعض القبائل اللي كانت تعتمد على الزراعة تستخدم بعض المفردات لبعض الأدوات التي تستخدمها مثل الفأس، مثل الأدوات الأخرى، طريقة الحصاد، طريقة الزراعة كانت تستخدم بها بعض المفهومات وبعض المفردات تختلف عن القبائل الأخرى اللي كانت تعتمد على الرعي. فلذلك كانت الثقافة هي الوسيلة اللي ممكن أن نعبر فيها عن أفكارنا وعن معتقداتنا. فثقافة عن ثقافة تختلف، وبالتالي لغة عن لغة تختلف. فهناك عوالم صغيرة، هذه العوالم في مجتمع كبير عوالم صغيرة، لكل هذه العوالم الصغيرة لها مفردات ومعاني ممكن أن تختلف من ثقافة إلى ثقافة أخرى. مثلا في المجتمع العراقي هناك عدة لغات، صح هي لغة واحدة لغة عربية، ولكن هناك لهجات مختلفة تختلف، مثل القومية الكردية، مثلا الإيزيدية، المسيحية، كلها فيها لغات تختلف. يمكن هذه اللغات أن نستخدمها نعبر فيها عن ثقافتنا وعن أفكارنا. ولولا اللغة لما كان هناك أي عملية تواصل أو أي عملية نقل الأفكار، لم يكن هناك كبداية أولية أو بداية محددة عن أصل ظهور اللغة. بالنسبة للكتابة كانت هناك بدايات، كانت هناك نقوش ورسوم تترك على جدران الكهوف من قبل البدائيين، ولكن اللغة لم تترك وراها أثر أو دليل يدل على أنه بدأت في فترة محددة أو في زمن محدد، لأن اللغة لم يترك أي دليل وراءه. فالبعض أشار إلى أن هذه بعض المجتمعات إلى أنها كانت عبارة عن رموز، البعض كان علامات مثل الصياح، مثل استخدام الطبول، مثل الصفير، كل هذه دلالات على نوع. البعض بعض القبائل كانت تستخدم عقد الحبال، تعقد هذه الحبال دلالة على أفكار معينة. ولكن البعض من المجتمعات بدأت تدرك شيئا فشيئا استخدام اللغة وبدأت تضع لها مفهومات وتعبر عنها. فلذلك أصبح التواصل سهل ما بين الأفراد باستخدام مفردات ومفاهيم محددة للتعبير عن أفكارهم. فاللغة هي الأساس، ولولا اللغة لما كان هناك وجود ولم يكن هناك أي ثقافة. فعن طريق اللغة استطاع الإنسان أن ينقل خبراته وأفكاره، وتطورت الثقافة شيئا فشيئا. فالبعض قال بأن أصل الإنسان إلى القردة، إلى أساسه بأنهم القردة العليا، ولكن أجري التجارب على القردة العليا بأنه هل يستطيعون، ووضعوا في بيئات مختلفة، بأن هل يستطيع هؤلاء القردة بأن يغيروا نمط الكلمات أو الإشارات التي يستخدمونها. لم تنجح تلك التجارب، لأن أصل الإنسان، التكوين البيولوجي للإنسان، كبر حجم المخ بالنسبة لجسم الإنسان والحبال الصوتية والإعازات والأحاسيس، كل هذه والمشاعر، كل هذا ساعد على أن يستخدم اللغة وعلى أن ينطق تلك الكلمات والمفردات. فلذلك تميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية باستخدامه اللغة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقي معكم بمحاضرة أخرى، وشكرا لكم.